فيما يتعلق في موضوع قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت، كما ذكرت سابقا في عدة لقاءات تلفزيونية بأن خلال الصيف سيكون هناك حل جذري إن شاء الله، وفعلا كان هناك العديد من التحركات تجري على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرصة نجاحها وللمحافظة عليها من يتحاول أن يسترزق أو يستعرض على هذا الملف. إنما أستطيع أن أقول لكم بأن إن شاء الله خلال الصيف سيكون هناك حل جذري وشامل وعادل لهذه القضية، لا يمس الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي بشكل كامل وجذري الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت. وسيبدأ بالتأكيد بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة، أما في بداية دور الانعقاد القادم أو نحتاج الأمر في دورة طارئة.